مساء الخير يا جماعة، مساء العافية. قبل شوي خلصت الحلقات في زون الكويت، قناة خالد. خلصت الحلقات وإن شاء الله ناطر المونتاج يخلص عشان يقرر يمكن يوم السبت أو الأحد ينزلون الحلقة. قلت لهم أول ما تسوي المونتاج وتخلصون ينزلوا لي واتساب، وإن شاء الله أول ما ينزل راح ينزل على طول على الانستغرام وعلى السناب إن شاء الله بإذن الله، وتشوفون أنتم قبل الناس إن شاء الله بإذن الله. وبس يعطيكم الصحة والعافية. حاليا الحين أنا بلاتينيوم أتمرن، أنا باقي يومين، اليوم وباكر بعدها راح يسكرون النادي الله يعيننا، ما أدري شلون يعني راح نلعب حديد وكذي. أشوف إن أنا عندي بالبيت حديد وكذي بالبيت، بس إن شاء الله بدام في قاري بالبيت بعد نقدر نسوي رياضة ما نعرف. يا رب